السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن، اتمنى انها تعجبكم. جبت الفرخة غسلتها كويس وخليت الجلد عن اللحم زي ما انتوا شايفين كده، وعملت فيها فتحات من كل جهة ومن الظهر، ونقعت كنت نقعها طبعا في الملح والليمون والخل، ودي الخلطة بتاعتها. قطعت بصلة كبيرة طرنشات مع فلفل حار او عادي حسب اختيارك حسب ما بتحبي، مع طماطم وملح وفلفل وكمون وحبهان وورق لورا، واهم حاجة فيها القرنفل. جربي القرنفل هيعجبك جدا فيها، مع ليمونة، عصرت ليمونة عليها، وقلبت الخلطة كويس. وحشيت بيها الفرخة زي ما انت شايفة كده، كل مكان، وقفلت عليها وحطيت جزء من الخلطة في الصينية، وحطيت الفرخ، رشيت عليها معلقتين كبار من الزيت، زيت الذرة، وقفلت عليها بالفويل كويس. اتأكدي ان مقفول عليها كويس، وفتحت كده الفتحات دي مش اكتر، يعني فتحات بسيطة كده بالشوكة، ودخلتها الفرن. وده الشكل النهائي لها، اتمنى انها تعجبكم. يجربها يقول لي رأيه.